السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجوزاء. صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدم. انزل يلا في الكومنتات بالصلاه على الحبيب، وكمان قول لي الدعاء بتاع سيدنا يونس اللي قاله لما كان في بطن الحوت. بسم الله. انت اليومين دول تفكير، بالك مشغول، عندك عدة المواضيع اللي بتتفتح معاك، عندك امور لسه ما مش عارف تفكر فيها، مش عارف تبدأ فيها ازاي، مش عارف تاخد قرار لحد الآن. خايف وحيران من شوية امور عندك، والامور اللي خايف منها دي هيكون فيها انطلاقة جديدة. انت شايل هم كبير في موضوع محيرك، مخليك مش عارف تاخد قرار. انت حاسس نفسك مظلوم، ما بين دايرة مقفولة عليك، بينك وما بين حد. الحد اللي عندك ده مش حابب لك الخير، مش حابك تكون كويس، مش حابك تكون في نفس المكان اللي انت فيها حاليا. العيون كتيرة جدا عليك، راشقة عليك بطريقة رهيبة. العيون مش عايزاك تكون مبسوط ابدا، ولا عايزاك تكون سعيد. فياريت تخلي بالك كويس جدا من الناس اللي الحطة الوحشة اللي في حياتك دي. انت هنا عندك مواجهات، والمواجهات دي هتكون خير ليك، او هيكون تحقيق هدف، تحقيق حلم، حاجة طال انتظارها. كمان ربنا كريم جدا عليك، ان انت هيكون عندك تحقيق حلو، او نجاح حلو، او ازدهار حلو، او ثقة بنفسك حلو، الله اعلم. بس حرفيا انت هيكون عندك امور عكس ما انت متوقع. ليه؟ علشان الامور اللي عندك دي هيكون فيها تفاؤل الفترة اللي جاية. كمان في امور بتاخد وتدي معاك، او انت في حاجة مخلياك مش عارف تفكر الفترة دي بشكل ماسك قوي عليك. البعض منكم عنده مواجهات، البعض منكم عنده امور عكس ما هو يتخيل، عكس ما هو فاكر، الله اعلم. فانتوا الفترة دي حرفيا لازم تخلوا بالكم من نفسكم على قد ما تقدروا. ليه؟ علشان بالكم مشغول طول الوقت، تفكير رهيب، ماسكين دماغكم صداع، مش عارفين حتى تفكروا ولا تاخدوا قرار في اي حاجة في حياتكم. وده بسبب المواجهات اللي عندكم، وبسبب المواضيع اللي بتتفتح كتير بينكم وما بين الشخص اللي في حياتكم. انتوا هنا مستنيين دعم، والدعم ده من حد. اي نعم، مفيش حد واقف جنبكم، بس الفترة دي في امور هتتقدم لكم بأمور الخبر اللي انتوا مستنيينه. كمان انتوا هنا هتمروا او هتطلعوا من الخنقة اللي انتوا فيها، بس بلاش العند. العند ده بيخسركم حاجات كتيرة جدا في حياتكم. عندكم صبر، والباب اللي هيتفتح زي ما قلت هيحصل لكم فيه أمور إيجابية. انتوا بدأتوا تبصوا لمصلحتكم، وده طريق الإيجابيات ليكم. وزي ما قلت ما تخلوش أي حد يبني حياته على حسابكم، مفيش توازن. وعشان كده دايما كنتوا بتبحثوا عن راحة البال. في علاقة مزيفة كانت عندكم، العلاقة دي خدت من الطاقة بتاعتكم كتير. صفقة الربح اللي هتكون عندكم دي هتكون خروج لأكتر من حاجة. فياريت بقدر المستطاع تخلوا بالكم من الأموال القادمة ليكم، أو من القبض بتاعكم، أو من الأمور اللي عندكم. في شخص خلال أيام معدودة هينكشف على حقيقته، وهتتصدموا فيه، والصدمة دي هتعانوا فيها شوية، وبعد كده هتحسوا إن انتوا صح.
في شخص من النسب عندكم نسبكم الكلام ده حاطط عينه عليكم، ممكن يكون حاطط عينه على فلوسكم عليكم انتو شخصيا، باله طول الوقت باله مشغول طول الوقت في مواضيع عنده مضايقاه الله اعلم، فبقدر المستطاع حاولوا ان انتوا اوعوا تجاملوا حد ابدا مهما يكون. انتوا هنا واقفين وبتدعوا ربنا حياتكم تكون هادية وخايفين جدا من المستقبل. في شخص مش قادرين تستغنوا عنه حتى لو حصل ايه، حتى لو الشخص ده عارفين ان هو مثلا في عيوب الدنيا انتوا بتحبوه مش قادرين تستغنوا عنه، عشان كده انتوا بتتألموا بالنيابة عنه. في صدمة مازال بتعانوا منها، صراحتكم دايما بتوقعكم في مشاكل، الصراحة بتخليكم تتعبوا نفسيا في فترة من الفترات. بسم الله كمان ما شاء الله عليكم، هنا انتوا هنا عندكم استقرار، شوفوا انتوا بقى بتدوروا على استقرار ايه، استقرار عاطفيا ولا ماديا ولا ايه بالظبط، انتوا ما شاء الله عليكم في استقرار حلو جدا، والاستقرار ده هتكونوا مبسوطين بيه علشان هتحسوا ان هو جاي لكم بعد تعب بعد امور قفلت عليكم كتير جدا في يوم من الايام. وزي ما قلت من البداية انتم محتاجين دعم، والدعم ده هيجيلكم من عند ربنا مش من عند العبد، واول ما هيجيلكم الدعم ده قد ايه الامور عندكم هتختلف، قد ايه هتعيشوا الوضع اللي هو باستقرار، هتحسوا قد ايه ان ربنا فعلا يعني بعد عنكم حاجات كتيرة جدا لحد ما يرضيكم، والرضا اللي هيكون من عند ربنا ده هيكون طال انتظاره، وهتحسوا قد ايه ان انتم مبسوطين جدا. في حد غيران منكم في مجال الشغل بتاعه او مجال شغلكم، غيران متضايق منكم ان انتوا ناجحين، متضايق ان انتوا حاسين ان او هو يعني حاسس ان انتوا ناجحين في اكتر من حاجة، او بمعنى اصح ممكن تكون انتوا صغيرين سن بس ناجحين. ليه؟ علشان انتوا بتدرسوا كل حاجة قبل ما تفعلوها في مجال المهنيا او المجال الماديا، ما بتاخدوش اي قرار غير لما حرفيا بتكونوا دارسين ورسمين له اكتر من خطة لتوصلوا للنجاح ده. الوضع الصحي مش عاجبكم خالص، طول الوقت تفكير في الوضع الصحي، الوضع الصحي عندكم الصحة بتتنازل بشكل سريع وبشكل مستمر، وده أكبر غلط. ده بيدل ان انتوا عندكم نقص فيتامينات في جسمكم، نقص حديد، نقص اشياء انتوا لازم تعملوها او لازم تاكلوها، فياريت تخلوا بالكم. البعض منكم عنده بياخد علاج ضغط، البعض منكم بياخد اكتر من علاج في حياتكم، او اكتر من امور عندكم بتخليكم الطاقة بتاعتكم بتخلص فورا.
حسد شديد على حاجات مش موجودة أصلا، بس الحسد ده جاي لكم من المقربين من العيلة. دايما الحسد بيجي من المقربين. ليه؟ المقربين هم اللي بيكونوا عارفين عنكم كل حاجة، الغريب ما يعرفش أي حاجة. وطول ما الغريب ما يعرفش أي حاجة يبقى هم المقربين هم السبب الرئيسي اللي يخليكم بتعانوا من أي أشياء في حياتكم. كمان عايزاكم بقدر المستطاع تخلوا بالكم من أمور عندكم فيها تراجع. إيه هي الأمور اللي فيها تراجع؟ هي الكلام اللي انتوا بتقولوه، اللي هو بتحكوا كتير جدا، رغم ان انتوا معروفين من الشخصيات الكتومة جدا، من الاشخاص اللي هي بتحب تكتم وبتحب تدالي، ما بتحبش دايما تكون حياتها كتاب مفتوح لاي حد غريب، بتحبوا تخلوا كل واحد يتعب علشان يوصل للمرحلة اللي هو يستاهلها. في كلام او في امور بتستجد عندكم او امور بتتجدد ليكم، والامور اللي بتتجدد دي من ناحية الاهل، من ناحية الام، من ناحية الاخ، من ناحية الاخت، الله اعلم. امور بتتجدد عندكم من ناحية الناس اللي عزيزة على قلبكم. مين عندكم عايز يسافر بس الورق بتاعه عنده عطل، او عايز يرجع بس الورق عنده متعطل؟ الله اعلم. في امور عندكم بتاخدوا تدوا فيها بقدر المستطاع. الامور اللي بتاخدوا تدوا فيها دي مخلياكم حاطين حاجات في بالكم كتيرة، او في امور عندكم بتستجد كتير، اكتر من حاجة عندكم فيها استجداد، فيها امور بتحاولوا ان انتوا تفعلوها، الله اعلم. بس بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم اكتر من حاجة باذن الله. الفترة اللي جاية هيكون فيها نجاح وفيها ازدهار. ثقتكم بنفسكم بتخليكم دايما متفوقين على الاخرين. ثقتكم بنفسكم بتخليكم دايما انتوا مندفعين قوي، ودايما عندكم طاقة ايجابية. حصنوا زي ما قلت النفس، وتحصين النفس ده هيكون ليكم انتوا خروج من اي ضيق ومن اي محنة. عندكم ست كبيرة، والست الكبيرة دي تعبانة قوي، او مش تعبانة، هي دايما بتعاني من وجع في رجليها، خشونة في الرجلين، وجع في الجسم بأي شكل. الست دي محسودة حسد كبير جدا على برضو حاجات مش موجودة فيها. يعني ممكن تكون محسودة على مال وهي ما عندهاش مال، محسودة على شكلها وهي أصلا طيبة جدا وبسيطة في الحياة، بس دايما العين بتكره اللي أحسن منها. امشوا بالجملة دي هتلاقوا نفسكم مرتاحين، وهتلاقوا نفسكم اموركم بدأت تتظبط وبدأت تحسن. ولو عندكم امور فيها تراجع لازم فورا تحذروا منها. طيب رقم 6 ده بيميز لكم ممكن يكون حاجة معينة، طاقة جديدة. رقم 6 ده ممكن يكون حاجة مميزة ليكم، الله أعلم. بس انتوا عندكم تميز الفترة دي عن أكتر من أشياء، أو عن أكتر من موضوع، عن أكتر من حكاية، الله أعلم. بس بسم الله ما شاء الله عليكم، أكتر من أمور عندكم هيبقى فيها ثقة بالنفس، وهيبقى فيها تغطية لمشاكل في حياتكم. كمان حرفيا حرفيا في وضع جديد انتوا هتعملوه. الوضع الجديد ده هيبقى شغل جديد، طاقة جديدة، انفراجات عامة، تغيرات جذرية لحياتكم، انتصار من بعد الألم، من بعد الخذلان، من بعد دي، الله أعلم. بس في كذا طاقة معينة انتوا هتفعلوها، وبإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى عندكم أمور فيها خروج من المحنة وخروج من الضيق. طاقتكم فيها دايما تراجع، وده بيدل ان انتوا في أمور عاطلة وما زالت عاطلة عندكم. الأمور العاطلة دي
لازم فورا تحصنوا نفسكم وتخرجوا حياتكم منها. ليه؟ علشان ربنا كريم عليكم وعاطفي بشكل كبير لحياتكم. تفكير في الشريك بشكل مستمر، طول الوقت بتفكروا في الشريك. هتفضلوا لحد امتى تفكروا في الشريك؟ مش عارفه، بس الشريك عنده طرف تاني، عنده علاقه تانيه، عنده امور تانيه، مش احسن منكم لا طبعا، بس الشريك في طرف تاني متدخل في حياته، او في حد اخده منكم ومخليكم انتوا طول الوقت بتعانوا، طول الوقت خايفين ان الشريك ما يرجع لكم شيء تاني. عايزه اقول لكم ان الشريك فيه كذا حاجه او في ضغط نفسي عنده، وحيران ومش عارف هو يعمل ايه، او بمعنى اصح مش عارف ياخد القرار الصح باي شكل. عنده ذبذبة، عنده حد بيغصب عليه، او بمعنى صح عنده حد عمال يزن عليه، والزن على الودان اشد او امر من السحر. وعشان كده انتوا اللي واخدين الطاقة والزعل على نفسكم. كمان في ظلم، والظلم ده جاي لكم برضو من اهل الشريك اتجاهكم انتوا. دايما انتوا محطوط عليكم رغم ان انتوا بتقدموا الخير وزيادة كمان. ليه بقى؟ علشان انتوا دايما بتعرضين نفسكم للشك، معرضين نفسكم ان انتوا طول الوقت الوسواس مسيطر عليكم. انتوا مش بتشكوا في الطرف التاني، بس انتوا بتغيروا على الشريك بشكل صعب جدا، والشريك مش قادر يستحمل الغيرة دي، وبالتالي هو حاسسها شك او حاسسها حب تملك، وده بيسبب مشاكل بينكم وبين الشريك، وبيسبب ضغوط نفسية، ودايما في امور معاكسة عكس ما انتوا فاكرين. انتوا فاكرين ان الحياة سهلة وبسيطة، رغم ان انتوا بتطلعوا بتجارب وبتطلعوا بحاجات بتحسوا قد ايه ان فعلا انتوا يعني الحياة مش زي ما انتوا فاكرين، والحياة فعلا لازم يكون فيها تعب ويكون فيها الامور متاخدة ببساطة. في امور، في موضوع، في حاجة معينة، الحاجة المعينة دي مش هقول لكم 24 ساعة عشان اكيد بتناموا وبترتاحوا، بس نص يومكم تفكير، نص يومكم بتضيعوه في حاجات ما ينفعش، حاسين ان عمركم بيضيع. لو بصيتوا في مرايتكم هتحسوا ان دي مش بشرتكم، هتحسوا ان ده مش الوضع بتاعكم اصلا. ليه بقى؟ ليه انتوا وصلتوا نفسكم للمراحل دي؟ ليه خليتوا نفسكم توصلوا لاشياء ما كانش ينفع توصلوا لها؟ اعصابكم لازم تكون هادية الفترة دي، لازم يكون عندكم تغطية لاكتر من مشكلة، امور لازم تجددوها في حياتكم وتبعدوا عن اي امر مضايقكم. الامور اللي مضايقاكم ومخلياكم بصوا حزانة، ومخلياكم دايما العراقيل بتظهر لكم، انتوا اللي بتدخلوا نفسكم في الطاقة دي، انتوا اللي بتساعدوا الاخرين ان هم يدخلوا حياتكم ويأذوكم. رسم علاقة او حسم علاقة بمعنى صح، يعني ايه؟ يعني هتبدأوا تفكروا بشكل مختلف، هتبدأوا تخلوا الاشخاص، يعني الاشخاص اللي في حياتكم هتعرفوا قد ايه ان هم اشخاص منافقة كذابة مخادعة، بيلعبوا على كل الاطراف، وده هيخليكم انتوا الوضع بتاعكم يتحسن، او الوضع بتاعكم اموركم تتجدد بشكل مستمر. انتوا كارهين الروتين، كارهين اللي بتناموا وتصحوا فيه، عشان كده تفكيركم بدأ يكون محاط ان انتوا بقدر المستطاع تخرجوا نفسكم من المحن اللي انتوا فيها. ما تزعلوش على نفسكم،
انتوا ما تعرفوش ربنا بيكتب لكم ايه. ممكن يكون ربنا بيكتب لكم حاجات جديدة انتوا مش اخدين بالكم منها. انتوا الوضع بتاعكم اللي انتوا فيه حرفيا هو اللي مخليكم مخلي شكلكم او مخليكم بتعانوا، خايفين، عزة، صعبان عليكم نفسكم. ليه؟ علشان انتوا ما تستاهلوش كده، او ما مش مفكرين ان الحياة كده. وفي الاخر اتصدمتوا واتخذلتوا واتخنتوا. فيا ريت اعصابكم تكون هادية. تكون هادية ليه؟ علشان التفكير الرهيب اللي عندكم اللي اخد من الطاقة بتاعتكم. وزي ما قلت، الطاقة بتاعتكم بسم الله ما شاء الله عليكم، حرفيا هيكون في خروج من محنة وخروج من ضيق وخروج من أزمة ماديا. والشخص اللي كان في يوم من الأيام ليه علاقة بخيانة في حياتكم، هتتفرجوا وهتشوفوا قد ايه انتوا صبرتوا ونلتوا. ورغم الصبر اللي انتوا فيه ده اقوى من الاول بكتير جدا، وكل اللي يشوفكم بينبهر بثقتكم في نفسكم. طيب، في فرحة، الفرحة دي تخص فرح، تخص خطوبة، تخص جواز عندكم. انتوا هتحضروا لها. البعض منكم نازل من غربة، البعض منكم هينزل من سفر الفترة دي، او هتبدأها في ممكن يحصل جواز ويسافر بقى الله اعلم. بس في اخد وعطى عندكم، في امور تخص راحة البال، دي حياتكم، في استقرار نفسي، استقرار جسدي، امور اشياء جديدة هتفعلوها لحياتكم. انتوا طال انتظاركم زي ما قلت لكم، وطال الانتظار في اكتر من تفكير على حياتكم، في اكتر من موضوع عمالين تاخدوا تدوا فيه. كمان في تمييز، والتميز ده هيكون في علاقة في العاطفة. ممكن البعض منكم دخل في اكتر من علاقة وما حصلش اكتمال، او حصل نجاح، ممكن يكون حصل فشل كتير. بس حان الوقت ان انتوا تطبطبوا على نفسكم، حان الوقت ان انتوا ما تضغطوش تاني على نفسكم وتحبوا نفسكم. طول ما انتوا بتحبوا نفسكم، طول ما هيكون حياتكم فيها تميز وفيها طاقة جديدة او حسم جديد. ليه؟ علشان ربنا كريم عليكم، ربنا ذو عطف على حياتكم. فدايما خدوا بالكم، ودايما كونوا حذرين من اي اشياء انتوا بتفعلوها عندكم. الاشياء اللي انتوا بتفعلوها حاليا هيكون في انتصارات او حسم مواضيع او حسم علاقة لاكتر من شيء او اكتر من موضوع. كمان اقدر اقول لكم ان بجد هيكون برافو عليكم ان انتوا هتمسكوا خلاص المبلغ من المال اللي حان ان انتوا فعلا تمسكوه، او حان يكون في تجديد لاكتر من شيء ليكم. خلاص خلاص خلاص، هتقولوا خلاص لناس كتيرة جدا، اللي خذلكم، اللي خانكم، الله اعلم الناس دي كانت في يوم من الايام عايزة منكم ايه، او بمعنى اصح كانت هي قصده ايه ليكم. فانتوا حرفيا هتقولوا لها خلاص، وهتسكتوا، مش هتحبوا تتكلموا تاني معاها، وهتحبوا ان انتوا اصلا ما تتعاملوش باي شكل معاها. ليه؟ علشان خاطر مش هتقولوا لها حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس، كل الناس اللي اذتني، بس هتقطعوا اي علاقة تربطكم بينهم، عشان هتحسوا ان العلاقات دي كانت مزيفة في يوم من الايام، او كان في امور ما كانش لازم توصلوا للنقطة دي، او توصلوا للموضوع اللي انتوا فيه حرفيا. فلازم تاخدوا بالكم من اي شيء او من اي حاجة مضايقاكم او تعباكم او خزلاكم الفترة دي حرفيا. واي امور عاملالكم عراقيل في اكتر من وضع، لازم تطلعوا منها، ولازم تخرجوا نفسكم فورا من اي طاقة
مأثرة على الدخل بتاعكم او مأثرة على الوضع اللي انتوا فيه حرفيا. الوضع اللي انتوا فيه صعب حد يفهمه زي ما انتوا فاكرين. يا رب قراءتنا النهاردة تكون خفيفة على قلبكم وتكون جميلة وتكون فيها طاقة إيجابية. أتمنى لكم السعادة والهنا والرزق والتفاؤل. أتمنى لكم كل ما هو جميل من أجل عيونكم.